السلام عليكم، مساء الطلبة. نستمر في الشيت الرابع اللي هو زي ما قضينا في المحاضرات السابقة. بدينا في الفيسكس فلو بايب لاين اللي هو سريان اللزج في الدنابيل. وصلنا عند الفقرة اللي هي 4.2.2 اللي هي ماينر كلوسس اللي هو الفقد البسيط اللي يحدث داخل السيستم الموجود عندي. نحن قضينا في المحاضرة اللي فاتت الميجر كلوسس اللي هو القواعد الأساسية نتيجة الفيسكس افكت، نتيجة تأثير اللزوجة. عندي النوع الثاني من الفاقد اللي هو الماينر لوس. الماينر لوس اللي هو ذيس لوس ار ديو تو ذا كومباوند، يعني ينتج عن وجود كومباوند مركبات داخل السيستم الموجود عندي اللي هن زي مثلا البلط، الصمامات او الالفو، القواعد، البنز او التيف. اي نوع من انواع المركبات الموجود في السيستم حيسبب لي حاجه اسمها الماينر لوس، فواقد بسيطه في الطاقه اللي تنقل لي او تحرك لي الفلويد من نقطه الى نقطه او من ستارت للإل. بايب سيستم، يعني هذه المركبات الديزاينر لما يصمم اي منظومه سيستم معين فياخذ الاعتبار ان هذه الاشياء هتسبب فاقد في الطاقه اللي هي تحرك لي الفلويد اللي عندي من نقطه الى نقطه. فاقل ما يمكن ان هو يقلل هذه المركبات عشان يقلل من نسبه الماينر لوس. ذا موست كومن ميثود يوز ديتيرمين ذيس هيد لوس، يعني او البريشر دروب، الفقر في الطاقه او في الهيد اللي عندي او في التغير في الضغط، تو سبيسيفاي ذا لوس كوفيشن. يعني ممكن التعبير عنها في معامل الفقد اللي هو او معامل الخساره الكي ال. الكي ال هذا يساوي ريتش الماينر على بيتا بي على 2 جي او يساوي دلتا بي نص رو بي تربيع. يعني الفورمولا هذا وش هي نستطيع من خلالها ايجاد معامل الخساره او معامل الفقد اللي هو النص كوفيشن كي ال، او نقدر نجيب منها ريتش الماينر معامل او الفقد البسيط في السيستم الموجود عندي. عن طريق اقول تقدر في السبيك تطبق عندك شيل ماينر تساوي كي ال لتربيع على 2 جي. تبقى الفاليو كي ال ساتس كومبوننت ار جيفن ان تيبل. قيمه الكي ال هذه نقدر نوجدها من التيبل الموضح امامي. التيبل هذا عباره عن موجود في الاشياء اللي كنا عليها اللي تركب في السيستم اللي عندي سواء كان بار او كان تي او كان البو على حسب نوع موجود عندك في السيستم اللي عندك. اذا كان هو البو طبعا عندي عده انواع من البو تقريبا 90 درجه فلاني، فقيمه الكي ال بتاعها 0.3. مثلا عندي تي لاين بلو فلاني 0.2 قيمه الكي ال، او عندي البرانش فلو فلاني قيمه الكي ال 1. هنا عندي البلط اذا كان هو فولي اوبن نسبة الكي 10، أو حسب الكي الموجودة عندي هنا حسب النوعية لأن يتكرر لك في السيستم الموجود عندك. يتكرر مثلا مركب تي أو مركب البو أو تم تركيب نوع معين من البار من أنواع معينة، فأنت على طول في التيب هذا وتطلع قيمة الكي من هذا الكولوم اللي مو موضع عندك في الشركة. عندي نقطة اللي بعدها هي 4.3 نون سيركل كوندكتس. يعني عندي في بعض الأحيان الشلل أو الفلو اللي عندي يتدفق خلال قنوات غير دائرية. كلمة نون سيركل يعني هو مفتاح المقطع بتاعه غير دائري. إذا كان هو دائري زي البايب هذا ما فيش مشكلة، تقدر تجيب المساحة بتاعه عبارة عن مساحة دائرة، الكونستكشن اللي عبارة عن مساحة دائرة. لكن لو قلنا نون سيركل كوندكتس يعني كانت القناة اللي يسري دخل منها للفلوي كانت مساحة المقطع بتاعها غير دائرية، كيف يتم إيجاد المساحة؟ قال بور نانسر كاردات ذا ديف بروديوس كاريشن كان يوز انتروديوسينج دايناميك ديتا. إذا كان عندي مساحة المقطع غير دائرية فنستخدم الهيدروليك ديتا قطب هيدروليكي بمناسبة الجي اتش. الجي اتش كيف تجيب الكيم بتاعها؟ الجي اتش تساوي 4 في اي على بي، 4 في المساحة على بي اللي هي اهم حاجة. انا عندي الديفينشن بتاع القالب والتغيرات اللي عندي في المعادله اللي تنتج منها الهيدروليك دايمتر الاي كروسكشن اريا اوف ذا دكت مساحه المقطع الدائري بتاع الدكت اللي عندي او القناه، البي ذا ويت بارامتر اوف ذا دكت
مساحة الموقع اللي سوري المحيط المغلف من الموقع بتاع الدات، يعني المحيط اللي هو في تلامس مع الفلور. دائرة also used to definition of the friction factor. يعني لما يكون عندك في المسألة مساحة المقطع غير دائرية لنذكر إذا كانت مثلا مستطيل أو كانت مربع سكوير أو ترجر أو تيرجر، المهم إن هي مش مساحة مقطع دائرية، لا توجد هيدروليك ديمتر، توجد أولا هيدروليك ديمتر، بعدين الفورمة اللي أخذناها كلها المعادلات الوجه اللي نحن نجيب منها مثلا ال اتشيل اللي هو الفاقد في الطاقة يبقى عندي اف في ال على دي اتش بترتيع على دي جي، كل قطر تعاون عنا بقطر الهيدري في دي اتش، زي ما اخذنا في المرات السابقة ريليتف رفنس اللي هي الخشونة النسبية كانت ابسل على دي، لكن هنا لما يكون عندي نان سيركلر دارت يعني كانت القناة عندي ليست دائرية هنتعاون قيمة الدي بالدي اتش. هنا عندي فاليو اوف سي يساوي اف في ار اي اتش، طبعا حتى الريليتف نمبر هيكون ار اي اتش هنعوض بقيمه الهيدروليك ديمتر. ليش؟ لان انا عندي الريلز نمبر الديفريشن بتاعه هو عباره عن رو في بي في دي على ميو، فقيمه الدي هذه هتقعد دي اتش وهنا الريلز نمبر هيكون دي اتش. فكل الاكويشن اللي خلناها في الحلقه السابقه بخصوص البسكس فلو باي باي تعوض قيمة الـ DH في معادلة فيها قيمة تستحق إن أنت توجد الهيدروليك ديمتر. هذا بس في حالة إن يكون عندي مساحة مقطع غير دائرية. نفس الشيء قلنا إذا فاليو سي تساوي في ار اي اتش فور بانر لو هاف بين اوبتيند فروم ثيوري اند اكسبرنت فور فاريوس شيب، يعني حسب نوع شكل قيمة الفاكتور هذا سي توجد على الريفلكشن فاكتور في الريلز نمبر. تلك الفاليو اللي هي التيبل ارونج ويز هيدروليك ديمتر زي ما قلنا القيمه هذه تقدر تجيب في التيبل الموجود عندك، هل على حسب الشكل الموجود عندك تكون مثلا عندك قطر خارجي وقطر داخل، الهيدروليك ديمتر عباره عن دي 2 ماينس دي 1 اللي هو قطر خارجي ماينس قطر داخل. البارامتر هنا بالنسبه دي 1 على دي 2 تعطيك النسبه بتاعها، هنا قيمه السي اللي هو الفاكتور بتاع المعامل زي معامل الامان في الديزاينر. لما يكون عندي ريكتانجلر مستطيل الدفت عندي الشكل المستطيل الجي اتش بتاعه عباره عن اي في اي بي على اي زائد بي، يعني اثنين الطول بالعرض على الطول زائد العرض، هذه هي توجد منها الهيدروليك ديمتر لما يكون عندي الشكل عباره عن مستطيل، هو عباره عن كما قلنا الدفنش بتاعي الجي اتش، الجي اتش عباره عن المعادله اللي ذكرناها من شويه الجي اتش عباره عن 4 المساحه على في المحيط، هذه الفورمة الاساسيه او الكويشن الاساسيه توجد منها قيمه الدي اتش. فمثلا احنا عندنا مساحه المقطع هنا زي ما هو الشكل عندك تنجر مستطيل، فنعوض المعادله بتاعي دي اتش تساوي 4 في المساحه، المساحه عباره عن مساحه مستطيل عباره عن اي في بي مقسوم على المحيط، المحيط المستطيل هو عباره عن 2 في الطول زائد العرض. فاثنين هذه تمشي مع اثنين هذه تقدر عباره عن اثنين، فيجد المعادله عباره عن اثنين في اي في بي على اي زائد بي، هذا هو الخطر التدريج ديمتر. شفنا كيف توصلنا ان دي اتش هنا في حاله المستطيل اثنين في اي في بي على اي زائد البي، هي المعادله او المعادله الاساسيه اللي احنا تهمني نطبقها على اي نوع من الشكل الموجود عندي هي عباره عن تي اتش تساوي 4 في المساحه على المحيط. عندي اكزامبل على النون سيركلر ده عباره عن اير فلو ترو ريكتانجلر جالفانايت اير، قال الهواء يتدفق خلال ريكتانجلر، كلمه ريكتانجلر عباره عن مستطيل، جالفانايت اير النوع بتاعه جالفانايت اير دكت اوف سايد يعطيك السايد بتاعه 0.3 متر باي 0.015 متر، هذه عباره عن الابعاد بتاعي المستطيل الموجود عندي اللي هو الطول والعرض. At rate of 0.068 متر مكعب بالسكن. Rate at 0.068 متر مكعب بالسكن. هنعرف ان هذه عباره عن تدفق، معدل التدفق بتاع الهواء معطيها لك القيمه الموجوده امامك. Determine the heat loss احسب
الفأر يعني هيد هين كذا متر وين يبيه الفأر ده يبيه خلال كذا متر من الدفع أو الشرب اللي يسري الدفع منه الهواء. كيف نحل المسألة؟ أول شيء عندنا زي ما قلنا هو غرغنة بتنقل دفع، فأنا عبارة عن مساحة المقطع بتاعي مش هتكون دائرية، فكيف هنجيب القيم الموجودة عندنا؟ أول شيء زي ما قلنا لازم تحط عندك ال أعطيك الفيو، قيمة الفيو عبارة عن بويت 6.8 متر مكعب بثانية. ومعطيك الأبعاد بتاع المستطيل اللي هنا بويت 3 في بويت 15 علينا الدايمنشن بتاع المستطيل بتاعك. معطيك الطول بتاع اللي هو يبي خلال الفقر ال عبارة عن 12 متر. المطلوب هو عبارة عن الهيد لوس اللي هو اتش ال، اتش ال هذا هو المطلوب. نحن عارفين قيمة الاتش ال أو الكويش بتاع الاتش ال هي عبارة عن اف في ال على دي في تربيع على 2 جي. هذه هي الكويش بتاع جزء منها الفاقد في الطابق. عندي التنجرة دخل هنا هو مساحة مقطع غير دائري، فهتكون نعوض بقيمة الـ دي اتش زي ما اتفقنا لما يكون عندي مساحة مقطع غير دائرية فهتكون عبارة عن الهيدروليك بيرمتر دي اتش. فهنا كيف نجيب الـ دي اتش؟ الـ دي اتش زي ما اتفقنا عبارة عن 4 في A على B، 4 في المساحة على المحيط، فهتساوي 4 مضروبة في A مساحة اللي عندي مساحة المستطيل عبارة عن بوينت 3 في طول في العرض بوينت 15 مقسوم على المحيط اللي هو 2 في الطول زائد العرض الطول بوينت 3 زائد العرض اللي هو بوينت 15. فهتعطيني قيمة ال دي اتش عبارة عن بوينت 2 متر، بوينت 2 متر. حسبنا قيمة الهيدروليك ديمتر. بعدين نبي نجيب قيمة الفريكشن فاكتور، فلازم نعرف قيمة الريوز نمبر عشان نحدد هل هو تربلنت أو لاملا فلو. زي ما اتفقنا في المحاضرة اللي فاتت هنحسب قيمة الريوز نمبر عبارة عن عبارة عن رو في بي في دي على ميو، وأحيانا زي ما قلنا رو على ميو هذا عبارة عن النزول النسبية هنعوض بها عبارة عن V في D على الكينيماتيك فيسكوستي. فقيمة هنا طبعا يعطيه لك قيمة من خلال جيت تيبل الهواء يعطيك قيمة الكينيماتيك فيسكوستي في المسألة. فهنحسب قيمة الروز نمبر من خلال قيمة السرعة والديمتر وفي قيمة الكينيماتيك فيسكوستي هنوجدها من خلال الجداول بتاع الهواء. فعندي أول شيء عندي قيمة السرعة V مش موجودة، كيف نجيب السرعة؟ هو معطي الفلو ريت. الفلو ريت نحن عارفين الـ Q تساوي الـ A في الـ V عبارة عن مساحة في السرعة. إذا عندي الـ V هتساوي قيمة الـ Q على الـ A. الـ Q عطيه هي بوينت كم الكيلو بتاعها بوينت 068 على المساحة. المساحة هنا اللي هو على واحد يكتب باي على 4 دي هنا المساحة غير ذلك المساحة المقطع هنا مستطيلة، فهنعوض بقيمة المساحة بتاع المستطيل هي عبارة عن طول في العرض اللي هي بوينت 3 في بوينت 15. فتعطيني قيمة السرعة حوالي 1.51 1.51 متر للسكن. طبعا اليونتس الموجوده عندي هي عباره عن نظام العالم. وجدنا قيمه السرعه خلاص، وعندي قيمه الدي هذه عباره عن دي اتش حسبناها اللي هي عباره عن كم قرار دي اتش هو 2 متر. وقيمه الكلمات الفسكوسي حيعطيها لك في المساله. فاذا الروز نمبر هيساوي قيمه الدي في الدي اتش على الكلمات الفسكوسي يعطيها لك المسألة. فهتطلع قيمة الروز نمبر حوالي 20700. قيمة ال 20700 في أي رينج زي ما نحن ذكرنا في المحاضرة السابقة هذا الرينج التربنال. إذا
هذا الفريش توربلنت فلوت سريان مضطرب. ليش؟ لان اكيد 20,700 اعلى من ال 4000. هذه قيمه الريز نمبر توربلنت فلوت. اذا كان عندي السريان عندي مضطرب كيف نجيب معامل المعامل الاحتكاك اللي هو الفريكشن فاكتور. زي ما قلنا معامل الاحتكاك في التربت فلو هتجيب قيمه الابسلون على دي اتش وقيمه الريز نمبر اللي احنا حسبناه. من خلال القيمتين هذين تمشي المودي شارت اللي هو زي ما قلنا شرحنا عليه المحاضره السابقه. المودي شارت عندي انا قيمه الريز نمبر وعندي قيمه انا ابسلون على دي اتش وهنا عندي طبعا قيمه الفريكشن فاكتور هذه قيمه دي اتش. طبعا قيمة الابسلون على دي اتش زي ما شفناها عبارة عن كيرفال هذا هو المودي شارت وهنا قيم الريز نمبر. فنجي خلال قيمة الريز نمبر 20,700 مثلا طلعها عندي وقيمة الابسلون على دي اتش. طبعا الابسلون معامل الخشونة والدي اتش طبعا حسبناها معامل الخشونة كيف نجيبها؟ نجيبها من نوعية البايلر نكمل في المسألة بتاعنا. وصلنا عند القيمة بتاع الريز نمبر ان نفس قيمة الريز نمبر هي عبارة عن بي في دي اتش على الكلماتيك فيسكوستي. الكلماتيك فيسكوستي زي ما هو قلت لك بتاع هو 41×10⁵ متر مربع على سبيل التربيع. هنعوض القيمة بتاعها ونعوض قيمة السرعة اللي حسبناها ونعوض قيمة الدي اتش اللي هو 2 فتعطيني قيمة 20,700. هذه قيمة الريز نمبر. هذا الرينج هو عبارة عن في التربلنت فلو زي ما خلينا المرة السابقة انت نعرف انه هو سريان اللي عندي سريان مضطر لما تكون القيمة بتاعها أكبر من ال 4000 فهنا 20,700 يعتبر التربلنت فلو. فكيف نجيب الفريكشن فاكتور ده لما يكون عندي سريان مضطر؟ عارفين نحن عن طريق المودي شارت عن طريق هاي اسمها مودي شارت اللي هو زي ما موضع أمامك خذيناه في المحاضرة السابقة. المحور هذا يمثل الريز نمبر والمحور هذا عباره عن اكس اي دي اللي هو الريت اوف ريفرنس وهنا هو المحور اللي يمثل لي قيمه الفريكشن فاكتور. فانا هنحسب حسبنا قيمه الريز نمبر بعدين هنحسب قيمه الاكس اي دي اللي هو شو نسبيه الجيش طبعا حسبناها اللي هو 2 قيمه الابسلون هنجيبها عن طريق تيبل 8 عندنا في الشيت اللي هو عن طريق نور البايب او تكت الموجود عندي اللي هو جلفانايز ايلو. فنحسب القيمة بتاعها ونقسمها على الجيش هتعطيني قيمة النسبة هذه. النسبة هذه هنحددها هنحدد مثلا طلع عندي في هذا الكير قيمة الريز نمبر اللي هي عبارة عن 20,700 فنطلع بعمودي لو حد بيتقاطع مع الكير بتاع الابسلون على الجيش بعدين يصير اسقاط عمودي على المحور اللي فيه الفريكشن فاكتور فتعطيني قيمة الفريكشن فاكتور. هذا لما يكون عندي قيمة الفلو عندي في الرينج بتاع التربلنت فلو. فمن خلال القيمتين هذين نفس العديات والريز نمبر من خلال شمودي شارت هنولد قيمة الفريكشن فاكتور. فالفريكشن فاكتور هذه في المسألة هذه هيطلع حوالي القيمة بتاع الفريكشن فاكتور عبارة عن 0.027 هذه قيمة الفريكشن فاكتور. فلما حسبنا قيمة الفريكشن فاكتور هنقدر نحسب القيمة بتاع الهيد لوس اللي هو المطلوب عندي اللي هو اتش ال عبارة عن اف ريل دي اتش في البي تربيع على 2 جي. فتجد عندي اتش ال هتساوي الاف عبارة عن 0.027 مضروبة بالال طول الدرج كم معطيه لي 12 متر نبي الفاقد خلال 12 متر على الدي اتش اللي هو عبارة عن 0.2 هيدروليك دايمتر مضروب بالبي تربيع. قيمة البي تربيع احنا السرعة حسبناها 1.51 تربيع على 2 جي على 2 لعجلة الجاذبية 2 لعجلة الجاذبية. هنا طبعا نظام عندي نظام العالم عجلة الجاذبية عبارة عن 9.81 فنحسب القيمة بتاعة الاتش ال هتطلع عندي حوالي 0.188 متر فقط. هذا فقط في الهيد فقط الهيد هو يمثل لي عباره عن ارتفاع الوحده بتاعها في المتر. ليش؟ لان كل الوحدات عندي بنظام العالم.
لكن حسبنا قيمة الاتشل اللي هو الفعر في الطعم في نفس الكيفية هذه هي مثلا تجيك من هذه الكيفية لازم أنت تعرف أن هذا الفلويد اللي هو الهواء يتدفق خلال التنقل بشكل مستطيل فأنا لازم أجيب هيدروليك ديمتر إذا كان هو عبارة عن باي خلاص مفيش داعي أنك تجيب هيدروليك ديمتر حتجيب المساحة هذه الباي اللي هي عبارة عن مساحة دائرة وتركز على أن الحالة اللي بتشيل فاكتور حاطينها في الحالات السابقة الفريش فاكتور تجيبها عن طريق المودي شارت فقط لما يكون عندك تربلنت فلو إذا كان تربلنت فلو هتجيب هيدروليك من المعادلة اللي احنا كنا عليها الفريش فاكتور في الحالة الأولى عبارة عن 64 على اللوز قيمة اللوز نمبر هذا بس فقط لما يكون عندي لامينر فلو سريع منتظم او سريع صباحي